مستمرين معاكم كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، عقد تاهل للنادي الاهلي من هنا من بريتوريا، يا رب ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. احد نجوم النادي الاهلي الحقيقه بدر بنون اللي بحييه على ادائه المميز، ببارك لك يا بدر وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي، اصراركم وعزمكم كانت باينه جدا من اول دقيقه. حابب تقولي على الفوز وحابب تقولي لعيبه النادي الاهلي؟ والحمد لله. اولا عاوز اقول مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله اليوم الهدف اللي جينا علشان حققناه اللي هو كان التاهل، اظن اننا الجهاز الفني درس المباراة كويس. ادانا اليوم شفت لاعبنا بخطة غير اللي متعودين من نلعب بها، رامي قدم مقابلة كبيرة على مستوى لا دفاعيا لا هجوميا. الحمد لله احنا كنا مركزين من اول دقيقة وكنا عارفين اشتغلنا على نقاط ضعف ونقاط القوة تبع سان داونز، كنا عارفين ان النقاط من بين نقاط ضعف تاعهم هما الضربات الثابتة وحاولنا اننا نجيبوا منهم جوال. تأتنا الهدف اول مبكر اللي خلانا الحمد لله اننا نكمل الماتش بأريح. الحمد لله متعودين ان نخلص الماتش بنبدا نستعد على طول في بطوله جديده بدوافع جديده، عندنا السوبر الافريقي، جمهور النادي الاهلي مستني البطوله دي بشكل كبير جدا. هنحضر ازاي وشايف المباراه اللي جايه ازاي في السوبر الافريقي امام نهضه البركان؟ هو دلوقتي احنا اليوم خلصنا ماتش سان داونز، خلاص احنا بعد بكره راح نبدا نفكر ونحضر، بكره راح نحضر كل استعداداتنا علشان ناخد البطوله دي، بطوله كبيره برضو امام فريق مغرب اللي كنت لعبت فيه سنه على سبيل الاعاره نهضه بركان. الحمد لله انا كثير سعيد وان شاء الله اتمنى اننا نفوز بالبطوله دي برضو. ربنا يخليك. شكرا. بنشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه بدر بنون، الحقيقه كل اللعيبه نجوم، احنا عارفين ان نجم النادي الاهلي، لكن مع الضغط الكبير خلال المرحله اللي فاتت ومع المباريات اللي متتاليه ان احنا نشوف اداء لعيبه النادي الاهلي في ظل الظروف دي بنحييه وبنحيي الجهاز الفني، يا رب ان شاء الله باذن الله تستمر الروح الكبيره في فريق النادي الاهلي وجهازه الفني، وان شاء الله باذن الله نقدر نحصل على السوبر الافريقي ليكون داخل دولاب بطولات النادي الاهلي.